جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة هل أصلي تحية المسجد والإمام يخطب أم أجلس مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. فدل هذا الحديث على أن من دخل لصلاة الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن يخففهما ويتجوز فيهما. نعم.